فلما احنا اذا قلبنا وقف هيك كمل هو الهدف تمكين المسعف في الميدان والتعامل مع جميع الإصابات بمهنية عالية في ظل الظروف التي يتعرض لها الشارع الفلسطيني. المسعف بالميدان يتعرض لكثير من الانتهاكات سواء المباشرة أو غير مباشرة، من تعرضه للإصابات بالرصاص الحي أو المطاط، كذلك إعاقة المسعفين والطواقم الطبية وسيارة الإسعاف من نقل المصاب. ومن خلال دورتنا راح يتمكن المسعف من التعامل مع جميع الإصابات لحين وصول سيارة الإسعاف أو نقلها إلى أقرب مركز طبي بمهنية عالية. من طالب المجتمع الدولي من توفير الحماية للطواقم الطبية وكذلك الطواقم الصحفية في الميدان.